على التليفون معالي وزير قطاع الأعمال السيد هشام توفيق. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بك. كلمني عن الفكرة، وإن احنا قعدنا يعني إعادة إحياء شركة النصر للسيارات يعني من العدم مرة أخرى. يعني هو الشركة أعيدت من التصفية، أولا أحيلت للتصفية في 2009 بعد فصل الشركة الهندسية عنها اللي هي بتعمل الأوتوبيسات. أعيدت من التصفية في 2016، ومن ساعتها والوزارة والشركة القابضة بتدور على شريك. الحقيقة لقينا اضطراب في الأسواق العالمية كبير في الأسواق في السيارة التقليدية، لحد ما عرفنا السبب ان هو كل يعني مضطرب بسبب منافسة السيارة الكهربائية. وبالدراسة تبين انه قبلة السيارات الكهربائية والصناعة هي الصين. الصين هي متقدمة يعني بأشواط، متقدمة عن ألمانيا مثلا، عن كله، عن كله في ما عدا شركة واحدة في أمريكا اللي هي تسلا، اللي هي استثمرت كتير في البطاريات. أما الباقي كله فبياخد بطارياته من الصين، من 4 مصانع كبيرة هي متقدمة، وزي دودة الأز كده هم يعني محافظين على السر إلى فترة لحد ما يعني يتفك السر. إنما سر العربية الكهرباء النهاردة بعد كل الاستثمارات اللي أغدقتها الحكومة الصينية، يعني أدي حضرتك مثال، هم تشجيعا للصناعة سنة 2008-2009 كانوا بيدوا على العربية الواحدة اللي هي المتوسطة اللي بتمشي 150 كيلو بس مدى سيرها، كانوا بيدوا 9000 دولار دعم. 9000 دولار النهاردة نزل تدريجي بقت 3000، بس لازالوا بيعطوا الكلام ده عشان يشجعوا القطاع الخاص ان هو يتطور البحوث والتطوير. يعني اذا مصر ذهبت الى الدولة الرائدة في مجال صناعة السيارة الكهربائية النهاردة، وان النصر للسيارات عادت بعد التصفية هتنتج هذه السيارة ب 55% مكون مصري، متى تنزل هذه السيارة السوق؟ البداية 50%، والسنة الجاية السنة التالية تبقى 58%، وهتقف عند 58% لحد ما ننجح في يعني الدخول في عملية البطارية. وده احنا بنشترك مع شركة مصرية جميلة فيها يعني شباب رائع في تصنيع البطارية، وعملنا معاهم عقد، وبإذن الله يعني لو دخلنا ونجحنا ان احنا نصنع البطارية بكده ما نقصناش غير الهندسة نفسها بما فيها الديزاين، عشان ابقى اقول ان انا عملت سيارة مصرية بجد مكوناتها لن تقل عن 80%. هنبسط بس للسادة المشاهدين، هي القصة مش صعبة ان انت تنتج سيارة مصرية، بس هي الفكرة عشان تنتج سيارة انت محتاج سوق واسع يستوعب هذه السيارة وتصدرها يعني، وسمعة واسم وحاجات كبيرة يعني. لكن السيارة الكهربائية هتنزل الاسواق امتى مع الوزير؟ بإذن الله يوليو أغسطس هيتم انتاج اول 100 عربية، بعدها تبتدي الانتاج التجاري في سبتمبر 22، كمان عام يعني. السعر عام وخمسة. السعر يا فندم، السعر هو فيه ثلاث، هو شاسيه واحد موتور واحد، بس عندنا ثلاث ساعات حسب حجم البطارية ومدى السير. عندنا ثلاث مقاسات، المقاس الاولاني بطارية 38 كيلو، ودي بتمشي حوالي مدى السير في الشحنة الواحدة 250 كيلو، اللي بعدها حوالي 51 كيلو بتمشي 51 كيلو وات البطارية، ومدى السير في شحنة واحدة 400 كيلو، الأخيرة والأعلى البطارية بتاعتها 61 كيلو وبتمشي 500 كيلو المدى بتاعها. فالسعر هيتراوح، هيتباين طبعا في اوبشنز كمان مختلفه، بيتباين من 300 الى 400 الف جنيه.